اوكي اسف شباب اللي صار، انقطع معي التصوير. هذا نقول هذا البارت الثاني، طبعا خلصت منهم، جبت هذا شوي، فباي باي. ف الحين راح يكون عنوان الحلقة اللي راحت البارت الاول، راح يكون اشياء سويتها في خلف الكواليس. وما ضيعنا يعني 30 دقيقة على حالة، يعني هذا قاعد يلحق عنده. يا أم طق واحدة مات. باي باي. ابعد. كذا ايوه الحين نقدر نجيب التفاحة الذهبية. كذا الحين كذا هي هذا نقول نأبلو. فايش رايكم شباب الحين هذا كل شيء حق الذهب، وهذا سيف الذهب، التفاحة الذهبية، فهذا أشياء. بس باقي الأدوات حقتها، ما هذا حقة الأدوات حقتها، مرة شيء غبية. أسوي لي شيء هنا، شيء، عشان أسوي لي سيف حجر ثاني، أسوي سيفين مو سيف واحد. كذا احنا نحط الأكل هنا، نشيل شوية السيدز هناك، نحط الويت ونحط البطاطس، نحط حبة الجود الذهبية البومكن والملن. طبعا خلينا نجيب البلوكات. لا ما نبي هالمن، ما نبي واجد، بس نبي ذا ساكن، بس خلنا زين. أنا جايب على بالي إنه حط كل شيء لك خشب، فمليت أنا وقاعد أسوي حجر 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 حجر، ملينا، أنا مليت صراحة. بدنا نتطور شوي في سكاي بلوك، زي الحلقة الأولى الحلقة الثانية مملة. حتى الحلقة الثالثة أمل، أما الرابعة وهذا الخامسة الحين نحط الرابعة والخامسة أحلى طبعا. يعني إن شاء الله يكفي اللي معي، أتمنى يكون باقي هناك بعد. بشيل الخشب الحين، ان شاء الله اذا كان بوسع، ان شاء الله بوسع التوسع الاخير ان شاء الله. بس خلني اسوي البيت واسوي الاشياء المهمه في سكاي بلوك. شيء شبه المستحيله هذا الحين شايفينه انتم، اشياء شبه المستحيله اللي يقول لي غطاس انت كذاب، انت جايبه من الكريت، وانت شفت الحلقات اللي ماضت جبت البطاطس على الحظ جاني من الزومبي، طيح لي اياها ما قصر.
بالله علي حبة البطاطس وكثرتها معي بالبومبيل بومبيل بونميل. طبعا في خصائص ترى الجولدن ابطل في التحديثات الجديدة صار احلى. ان شاء الله بسوي لي تحدي من نفسي اسوي ليفل 100 ان شاء الله متحدي من نفسي بشوف هل راح اقدر اصمد اخليهم معي ولا بموت ويروحن علي فنشوف هل اقدر اجيب. والتحدي الثاني اللي بسويه من راسي جولدن بسوي جولد ابل القوية اللي بالبلوكات الذهب والله يعيني يا عادي عاد الله يعيني. ما اشتريت الخشب كذا الشجر كذا شكله. طبعا انا صراحة اكره شيء واحد اكره لعبة لايكات في الاكس بوكس طالع مرة خايس مرة خايسة. خل هذا كيف هذا دول شباب صار عندي كول واجد كول بدينا نشمع اي شيء سوي شوع حتى اكل اشياء حلوه نحط هنا مثل بعد اوكي وش باقي الشكلات ناخذها نحتاجها بعدين على امل يطلع التفاحة اقرا كي نايس والله على الحظ ما بدنا اقول اني ابغى تفاح بعد ايش باقي بس خلنا نجيب الخشب الحين ننزل فتيلة نحتاج خشب مواد هذا هلا بعدين ادري يمكن نحتاجه نجيب الباكت بسوي البحيرة بس عشان السكويد يطيح لي الحبر هذا اللون الاسود المهم وسوي فش يعني نجيب فش يعني نطبخ وناكله نخليه مسبح لنا ان شاء الله ندخل ان شاء الله في يوم من الايام من قريب ان شاء الله ادخل في سيرفر ماينكرافت اي سيرفر ادخل معاكم مع الناس تعرفون علي كذا نتواصل مع بعض. الحين زي ما تقول هو نداء بادي 4 شهور بادي ما تعرف الناس علي صد صح صح يعني وش فيها هذي كذا دي السود اللي هنا ما يعني ما عرفوني صح صح لو انه عرفوني صح صح كان تشوفون شو صار كل واحد من الناس هو حظه يطلع له شي زين يعني انا خايف من شيء واحد يا شباب خايف من شيء واحد اي اني سويت بحيرة انا خايف يصير بعد ثلج انا بحط على حوالينها شموع ما فادت فالله يعينات مشكلة والله طالع الشكل حق الخشب احلى زي كبستان يلا كبستان ملل يجيب المرض
زي ما نقول نجيب الغذاء. ظلنا غذاء يعني. اسفك يا شباب اني قطعت بس صار مشكلة المايك قفل على طول. سكرت التصوير مو سكرته وقفت شوي وبعدين رجعت. والله احس الحلقة مملة ما ادري ليش. لو ان الشباب لو جاني دعم اخ يعني اتمنى منكم الدعم يا شباب اني محتاج. اني اشتركنا قليل يعني قليل جدا هم ثمانية يعني بيجي واحد تاسع بعدين ان شاء الله. انا ما ادري شو اسوي الحين بيخلص معي الخشب بيخلص الخشب بزين ذا بسوي لي مساحة كبيرة بعدين ارجع لكم على طول فبرب شوي راجع لكم. اوكي طبعا سويت هذا المساحة دي محف وسويت المسبح راح اسوي شيء ثاني بس انا راح اجيب هذا اجيب الدير واجيب المويه. نبغى الديرت باكيت مويه معي الحين نسوي هذه هذا نحطها كلها. تعرفون ليش؟ نشيل الدير طبعا راح اخليه. طبعا يعني ف حتى كله من جيت شكلي برجع بعد شوي سوي شيء كذا ارجع ما كفى. كذا لا والله ما تكفي والله ما يكفي يا شيخ. رب ما يكفي ما يكفي. نجيب خشب قول حط الكوبستون رب الترقيع عم كلبي. ما يكفي والله ما يكفي. نجيب كوبستون انا حاط شماش ما يرسبن احد فقد اتورط. هي الفكرة احط مويه كل الجوانب اما يكون مويه كل مربع وما في شيء كذا زي كذا طلع صوت كذا مويه وكذا فهمت علي. عفوا خلنا نحط الزاوية الثانية. ما نقدر نخمر عادي
عشان يسرع عشان ما يتحول على ثلج. لو تحول على ثلج والله مصيبة. باقي هنا يكتمل، ما أظن إنه يكتمل، بس هنروح نروح نجي نروح نجي لما يضبط. اه ما ظنيته. راح نحط كل واحدة واحدة لما تكون ضابطة بالضبط. اه بالضبط. طبعا كذا جاهزة. يلا بسرعة. هاي ظنيتها. بقى من هنا تضبط. قناة زينة كلها بدنا نرجع. اوكي. طبعا الحين زينتها الموية كلها بالضبط. هي بالضبط خلاص. بس باقي انك تشيل ذولي السطح اللي فوقه. معك من ذا راح يتغير شوي. صرنا زين ذا اللي فوق يا شباب. ها فكذا يعني تقعد كذا. شدتها بروح اجيب اكيد. طبعا يعني فيكون كذا كذا تسوي. انا حبيت احط فيه تحته جلوكستو ما ادري ليش من شكله احلى ولا شو يطلعون سكويد واختبوط السمك. هو مشكلة السمك ما تشوفها يعني مو مبين. مدح بديك طاحت. خلصنا خلصنا بالبحرية. خلنا نشوف كم مضى من الفيديو برجع لكم. اوكي مضى من 18 او 19. ما عندي شي ثاني. خلصنا ذاك البحيرة. خلنا نشوف على امل يطلع لي شي. اكب شاي. هذا بيتكسر. هذا بيتكسر. هذا ما يحتاجه. نسوي واحد جديد.
كذا خلصنا يعني. حلقتنا اليوم شباب خلصناها، خلصنا التحدي الحيران، خلنا أعدل نحط هذا. وهذا جاء الصبح وخلصنا التحديات وهذه المزرعة. اوه جاء سكود اخيرا، حلو حلو، يلا ضبطت ولا التحدي ضبط. وبس هذا كنا عندي هذا الحلقة البارت الثاني. طيبا يعني ما عندكم اي شيء؟ بس شباب هذا اللي كان عندي. ان شاء الله في الحلقات الجايه راح اكون مستعد باي شيء عن قريب ان شاء الله. وكان بس هذا كان عندي. لايك سبسكرايب فيفورت، ما تنسوا شباب تشتركوا في القناه، والدعم لازم يكون فيه واجد ان شاء الله. والعين هذه العين الزردي واللبس الذهبي ده. وبس كان معكم انا محمد قناة شتاب جيب 99. ان شاء الله بكرة، على بكرة ان شاء الله، او الفيديو ان شاء الله، الفيديو الجاي ان شاء الله يمكن بكرة ننزله يمكن لا. فا ان شاء الله بنزل ان شاء الله الحلقة الجاية نسوي الحظيرة هذه اللي هناك. بسوي الحظيرة هناك جنب هذا، جنب الحال هذه المسبح، بكبر شوي من هناك، بكبر شوي حق الخشب. بس لايك سبسكرايب فيفورت. كان معكم محمد قناة شتاب جيمز 99. السلام عليكم.